هنروح لكرة الطائرة سيدات. كابتن حمدي الصافي المدير الفني والجهاز الفني خلاص بيستعد ان شاء الله لثالث الجولات في الدوري، هتكون ان شاء الله مع نادي الاتحاد السكندري باذن الله. طيب المباراة تتلعب بكرة الساعة 4 العصر على صالة نادي الاتحاد السكندري. احنا فزنا في الجولة الأولى مع فريق الزهور على فريق الزهور 3-0. الجولة الثانية اتأجلت كانت مع نادي الزمالك، وتحدد ميعادها بالمناسبة 5 ديسمبر القادم. تاني مباراتنا مع نادي الزمالك على صالتنا في النادي الأهلي، المباراة الأولى لينا في المجموعة مع نادي الزمالك هتكون يوم 5 ديسمبر القادم على صالة النادي الأهلي. هيتحدد بقى لاحقا قبلها بيوم هتبقى على صالة الشهداء أم على صالة الأمير عبد الله الفيصل. اللي بيحدد هذا المكان هو الاتحاد طبقا لتعليمات القناة أو القناة الناقلة لهذه المباراة. كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله يأدوا اداء كويسه. والمناسبه احنا مش قلقانين من حاجه، فرقتنا فرقه جيده، عندنا سكواد كويس جدا بصرف النظر عن اي منافس او اي خصم. فرقتنا عندها من الخبرات، عندها من السكواد، عندها من البنش بلايرز، عندنا من الجهاز الفني، عندنا من كل شيء، ما عندناش اي مشكله. اللاعبات المحترفات ليفل 1 على مستوى العالم، احنا جاهزين كويس قوي 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 ان شاء الله. وباذن الله باذنك يا رب الرد هيكون في الملعب. هو ده النادي الاهلي، دايما رده بيكون في الملعب. النادي الاهلي كنادي كبير متكلمش كتير، لا يثرثر كتير في اي مكان، كلام او ردود في النادي الاهلي اتعودنا كده، اتعودنا النادي الاهلي الرد بيكون في الملعب. اي منافسات اهلا باي منافسات، ما عندناش اي ازمه في اي حاجه. اللي عايز ينافسنا الملعب موجود مفتوح، فضل حضرتك عد نفسك اعمل يعني اللي انت عايز تعمله، والملعب هو الريفرنس هو المقياس. وعمرنا الحمد لله رب العالمين في النادي الاهلي مكان هدفنا غير المكسب. كل التوفيق لفريق السيدات باذن الله.